السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة كيف ما وعدتكم أخواتي دائما مع الوصفات السهلة والبسيطة. اليوم غادي نحضروا مع بعض حلوة سهلة وسريعة بدون مجهود بدون أي تعقيدات. مكونات غير مكلفة، يعني الزيت والبيض والسكر، مكونات دائما متوفرة، يعني أساسية متوفرة في كل بيت، وما ليش نحتاج زبدة، يعني دغيا تصوبيها في دقائق. طريقة تحضير بسيطة، كنخلطوا البيض والزيت والسكر بالضرب اليدوي حتى كيتجانسوا مع بعض بدون يعني ضرب يعني الكهرباء. الا عندك ديري تخلطيه مزيان مزيان، ما كانش ديري غير الضرب اليدوي او اللي بيديك، المهم تخلطيهم مزيان حتى كيدوب داك السكر كلاصي. الا ما كانش السكر كلاصي ديروا سكر سنيدة، سكر حبيبات، تخلطوه مزيان حتى كيدوب داك السكر وتخلط مع الزيت والبيض. بعد ما كتخلطيه مزيان تحاولوا انكم غادي نديرو دقيق، يعني على حسب الخليط حتى كتجمع لكم العجينه وتحبسوه، يعني دقيق ما عبرتوش، ما تكونش عجينه يعني مازال كتلصق في يديك ولا ما تكونش قاصحه بزاف. كنديروا ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، وكنديروا بعض حبات ديال الزنجلان، يعني نديروا واحد، يعني درت ملعقه صغيره وتقريبا واحد ثلاثه معالق كبار ديال الزنجلان اولا اربعه عامرين. الا ما كانش متوفر ديالو كاوكاو او اللوز اللي متوفر عندكم، الا ما كانش بلاش. وتنديروا الدقيق كما قلت لكم، بغينا نخلطوا، نحاول ندخل الخليط مزيان في الدقيق. كتزيدوا الدقيق يعني الا كان خاصكم، غير حاولوا انكم ما تكتروش في الاول بزاف باش ما تجيكمش قاصحه، تجيكم العجينه مجموعه تحافظي تحبسوا. بعد ما يعني صوبنا عجناها، يعني جمعنا العجينه كتكون طبقه، كنحاول نديرو كويرات. فهاد الاثناء تشعلوا الفران تسخن لكم، كنديرو كويرات نتوما على حسب الشكل اللي باغين. المهم كويرات على هذا الشكل، كنديرو يعني كويره هكا ونبسطوها شويه، بسطوها بس هكا شويه صافي، نحطوها في الطاوله، نسخنوا الفران، ندخلوا الحلوى طيب من التحت، يعني تشعلوها من التحت حتى كطيب ليكم تشوفوا يعني تحمرات، ونشعلوا من الفوق. حلوه بسيطه دغيا دغيا، يعني حلوه ديال زمان شحال هادي، يعني كيديروها كويره هكا بدون طابع بدون يعني شي زواقه، يعني كوره هكايا، وتقدي كاين كيديروا وسط منها قرنفل اولا اللوزه اولا يعني الكاوكاو اللي متوفر، وتقدي من بعد ما تطيبيها تزينيها بالشوكولاتة طايب كتجي محمره بحال هذا الشكل. الفران كما قلت لكم ما سخنوه، يعني ديروه هكا 180 175 180 درجه على حسب كل فران، طيب من التحت تشعلو من الفوق، ندوب بالشوكولاته هكا في حمام مريم، كنديروا عليها هكا شويه خطوط عاد زين خفيف، كتجي رائعه زوينه في مذاقها. ولا ما كانش يعني في قبل ما طيب تقدروا ديروا وسط منها كما قلت لكم قرنفله اولا كاوكاو اولا اللوز، كتجي عاديه بسيطه يعني حلوه سهله. خلي واحد حتى كتنشف داك الشكلاط وصافي، وكديروها في بواطات، بواطه هكا تسدو عليها مزيان تتبقى طريه، تبقى هشيشه، وتخليوها يعني في الثلاجه، غطوها مزيان في بلاستيك وفي ورق فيلم، هذاك فيلم اليمونتيغ ولا بلاستيك الغذائي، ديروها في شي بواطه وغطوا عليها مزيان باش تبقى دائما طريه زوينه، ويعني مذاق كانها جديده، وكتجي على هذا الشكل. يعني العجينه خرجت لي يعني تبصيل، طاوه وحده عامره. وهذه هي حلوه ديال هذا النهار اخواتي، نتمنى انها تعجبكم. لا تنسوا ما تنسوش اخواتي لايك، بارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء، ويعني تبارطاجيو كذلك القناه، وبصحه وراحه. مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله. في رعاية الله، إلى اللقاء.